صندوق النقد الدولي رح يقلكم بدنا مراقبة على المعابر. نحن اليوم المعابر لم تكن صنيعة أمس ولا صنيعة اليوم، في عشرات المعابر الموجودة والمعروفة الغير شرعية واللي عم تتراقب واللي هي موجودة، مش هلأ وجدت، موجودة من زمان بطبيعة الجغرافيا اللي متصلة بشرق لبنان. وبالتالي اليوم هل قدروا وقتها، إذا بتتذكر الرئيس ترامب بينه وبين المكسيك قال بدنا نعمر حيط، لأنه كمان ما بيقدر كان يحصر التهريب اللي عم بيصير بين المكسيك وأمريكا. نحن اليوم عم نجرب قدر المستطاع بمعية الجيش اللبناني ومساعدته وبمساعدة بعض الدول منها بريطانيا بتركيب أجهزة مراقبة على كل الحدود للتخفيف ولمراقبة هذه المعابر. نحن مبسوطين أنه في معابر، مش بس الحدود، المعابر غير شرعية، المعابر غير شرعية، المعابر غير شرعية، بس في المعابر الشرعية اللي بدها كمان مراقبة. المعابر الشرعية اليوم عم نركب السكانينج اللازم وعم نجرب أنه نكون متشددين بالمعابر الشرعية أنه كليته عم يمرق حسب طرق الأنظمة اللي يعني المضبوطة. رح يوافق حزب الله؟ هلأ برجع بتسأليني أنه كل من يعرقل ومن يوافق، من يوافق ومن يعرقل سيتحمل المسؤولية أمام اللبنانيين. نحن عنا مثل ما بقول لك حنتقن عملنا ونقدر نعمله بالطريقة المضبوطة. الحزب ما بده يوافق، أنا بخبرتي ما بيقول ما أنه ما على الـ على الـ على المرحلة على الحدود النظامية، ما بعتقد ممكن أنه يعترض على 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 المراقبة. في عنده معابر غير نظامية اكتشفناها هلأ بدخول أنا ما كان عندي علم أنه في بدخول النفط الإيراني، بدخول النفط الإيراني فهو دخل. هلأ هيدي هون بدنا نشوف كيف نعمل لها مراقبة، أما غير هيك وبعدين برجع بقول لك هلأ هل هي نحن عملناها؟ هل هي نحن اليوم صارنا 25 يوم هل نحن سويناها؟ صار دهر. أنا قلت مجلس النواب هل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟ ما الدهر فسد الدنيا كلياتها. هل نحن ممكن بإيدنا العصا السحرية أنه نحن نصلح بكرة كل هالشي وأدعي أنه أنا باستطاعتي أعمل هيك وأعمل هيك وأعمل هيك، سكر الحدود وأقضي ما عم نحكي قوة كعيين، أني أحكي كلام فوق سطوح مني معود أحكي كلام كبير ما بحكي، عم بحكي واقع. أنا أمام اليوم شعب عم بيتاكل وعندي الفقر زاد وعندنا مشاكل كتير كبيرة معيشية واجتماعية، هدفي إني قدر خلي هالناس موجودة. انت عارف النزيف اللي صار من لبنان والهجرة اللي صارت من لبنان وما عم نلاقي موارد بشرية حتى بالوزارات، تدير وزارات كالخلق. نحن في حالة صعبة جدا جدا جدا.